من كام يوم شفت حد راجل عجوز كده ماشي في الشارع بيعمل حاجة غريبة جدا، كنت أول مرة أشوفها في حياتي. قعدت بقى إيه، وقفت وبلمت، أنا عايز أعرف الراجل ده بيعمل إيه. أتاريه عامل إيه بقى، حاطط مغناطيس كبير حطه جوه كيس كده وربطه بخيط كبير وماشي في الشارع، الشارع مكسر، مش شارع مسافلت، وماشي يعمل كده 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 بالمغناطيس. المغناطيس ده بيلم مسامير، يلم حته صاج، يلم معرفش حته حديده، يلم ايه ويحط في الشغل. انا فهمت يعني القصه لما قعدت اتفرج عليه، ما سالتوش وما سالنيش بس شفته بيعمل ايه. ففي ناس من الخرده بتقدر تطلع شغلان، ويقول لك بتشتغل، يقول لك بسترزق، باب رزق جديد فيه. ولما نتكلم عن الخرده وباب الرزق يجي في دماغنا عبد الغفور البرعي، وازاي من شويه خرده قدر يبقى شخصيه عظيمه يعني، او شخصيه كبيره، مسلسل يمكن اتاثرنا بيه بشكل كبير. تعالوا نتكلم اكتر ازاي من الخرده تبقى باب رزق. لكن بيشرفنا الاول يكون معانا الاستاذه الدكتوره وهاد سمير، الاستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه وعضو المجلس القومي للمراه فرع القاهره ومؤسس ومدير مشروع الخرده باب رزق. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. منورانا يا دكتور. اهلا بيكي. منور بيكم. صباح الجميل. تعالي نتكلم في الاول على المشروع وعلى فكرته اللي حضرتك اتقدمتي بيها، وداخله ضمن مبادره كمان وطنيه كبيره. يعني كانت الفكره جت لحضرتك ازاي، وصداها وقبولها والاقبال حتى عليها من الناس او من السيدات اللي عايزين يبقى لهم باب رزق؟ هقول لحي، هو طبعا يعني كان ليا الشرف طبعا ان انا شاركت في المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، وخدت المركز الثاني على الجمهوريه في فئه المراه. المبادره تم اعلانها السنه اللي فاتت. انا المشروع الخرده باب رزق، المشروع ده ليه 15 سنه بشتغل من 2008. بدات 2008 اشتغل ان انا اعمل جولري من حلي من خامات رخيصه، انا بشتغل فضه وذهب، فكان بدات اسعار الذهب تزيد ساعتها، طبعا مش زي وقتنا الحالي بس يعني كانت بدات. فقعدت افكر ازاي الستات تلبس حاجه يونيك برضو بس باقل تكلفه ممكنه، علشان تقدر الست زي ما انت عارفه احنا بنحب نغير كل يوم نلبس حاجات أنا جديده. بس حضرتك الحاجات دي هاند ميد اللي حضرتك لابساها؟ شغلي. انا لسه شغلي. فعشان كده فجت الفكره ان انا اقعد اشتغل بخامات بسيطه متوفره في كل بيت. احنا بندفع للناس فلوس عشان تاخد الثروات، انا بسميها ثروات. الثروات اللي موجوده في بيتنا دي احنا بندفع للناس فلوس عشان يجوا ياخدوها. أيوة. فانا فكرت ليه ما استفدش انا بالحاجه اللي موجوده عندي في البيت. زي ما بقول دايما ايه، درج ماما بتاع المطبخ، كل الامهات عندها درج، وحده، دولاب، عندها حاجه كده في المطبخ دايما ايه، اي حاجه قديمه تشيلها فيها كراكبها بقى. ومعروف كلنا ما فيش حد في بيته ما فيش ده. ايوه صحيح. فقعدت ادور عندنا في البيت في ايه عند ماما، وبعدين بدات اخد الحاجات واشتغل بيها. بدات اشتغل بيها، بدات البسها واشوف صدى الناس. دايما بعمل نفسي التجربه، اعمل حاجه والبسها واشوف اراء الناس. وبعدين كان عندي معرض وخدت الشوك والمعالق الفضه وقطعتهم واشتغلت بيهم وعملت بيهم اطقم حلي، والحمد لله اتباعت في المعرض. ولقيت يعني ايه، الناس كانت فكره جديده بس ناس عجبتها، فبدات، بس دي طبعا كانت حاجه غاليه، بدات ادور ايه البديل بتاع. بدات اشتغل بالبلاستيك، بالازاز، بنوى البلح، ليفه شجر، بقايا جلود، اخشاب، كل حاجه، اي حاجه بتيجي قدامك او في وشك كده ما بنرميش اي حاجه، كرتون، ورق، الاجهزه الالكترونيه اللي بتبوظ عندي بفككها من جوه واخد كل العناصر الموجوده فيها، وبتحس ان انت حاجات وان بيس انت مش هتلاقي زيها تاني. وكنت الاول بشتغل حلي، بعد كده دخلت في الملابس، بعد كده بدات اعمل قطع للديكور. مع كل ده على مر السنين دي، جيت في سنه 2010 حولته لبحث علمي، اترقى بيه على درجه استاذ مساعد. كان حظي حلو، شاركت في مؤتمر في جامعه اسيوط، كان لجنه تحكيم فيها دكاتره من اليابان ومن امريكا، عجبهم البحث بتاعي جدا وخدت احسن بحث، وكمان نتائج البحث بتاعي كانت هي توصيات المؤتمر. ده اللي اداني الدفعه ان انا اكمل، ان يعني انا كده الناس كلها شيء بتديني اراء حلوه، الناس مقبله. بدات اعلم كمان الناس، اعمل ورش تدريبيه. فبدات اعمل ورش في الجامعات، الف في الجامعات واعلم الطلبه. بدات اعمل ورش للسيدات، اسافر محافظات واجمع سيدات واعلمهم ازاي يشتغلوا واسيبهم هم يكملوا. وكل محافظه بتتميز بخامات مختلفه عن الثانيه، فده كمان كان بيديني افكار وتصميمات مختلفه في كل حته بروح فيها، مش زي بعض. لما المبادره تم الاعلان عنها كانت فيها خمس شروط، لقيت الخمس شروط منطبقين عندي على المشروع. اول مره في حياتي اقدم في مسابقه.
فقعدت اقراها فلقيت لا يعني كل الحاجات دي موجوده عندي على حضرتك، فقدمت يعني. فيها والحمد لله ان ربنا كرمني بالفوز فيها. واتمنى يعني احنا حاليا حتى دلوقتي تم الاعلان عن الدوره الثانيه للمبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، وهي مبادره دوليه سوري مصريه من تحت رعايه سياده الرئيس ووزاره التخطيط ومعالي رئيس الوزراء. يعني هي يعني نقدر نقول عليها مبادره قومية وطنية مصرية خالصة. يعني حضرتك مش بتكلمينا النهاردة عن فكرة تجميع الخردة وبيعها كخردة؟ لا 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 خالص، لا أنا بجمع صديقة بيئة، بجمع الخردة وانتج. طبعا هقول لحضرتك على حاجة للأمانة برضو، النهاردة اللي بيدور على باب رزق يعني موضوع صديق، يعني ان هو يحط في دماغه ان هو صديق للبيئة او مش صديق للبيئة، ممكن دي تكون مرحلة متقدمة يعني بيعملها حد مثقف ومتعلم وصاحب خبرات. لكن في انا عايز ادور على شغل وعايز افتح باب رزق لناس بسيطة، اقول له انت هتجمع بص ان شاء الله تجمع شويه حديد على ما اعرفش ايه وهتعمل بيهم كذا، تعمل بيهم تحف بتتعمل، شفنا مخلفات مش مخلفات بقى يعني قطع الغيار القديمه في العربيات بيتعمل منها اشكال وتحف وحاجات جميله، ازاي ممكن ابتدي وابتدي ازاي؟ اقول لحضرتك اولا هي المنتجات صديقه البيئه، ان انا لازم لما استعمل منتج ما ياثرش على بشرتي، ما انا لو انتجت منتج وبعته للناس وعمل لي مشاكل صحيه هيتقال ومحدش هياخد مني ومحدش هيشتري مني. فدي برضو لان احنا بنشتغل في حاجات، بس اعمل خرده عربيات ما اقدرش اخد خرده العربيات زي ما هي فيها صدى فيها مواد كيميكال في حاجات هتاثر على البشره، صحيح. فلازم اعمل لها معالجه عشان لما استعملها يبقى ما عنديش اي اثار. الحاجه الثانيه ان انا كمان بخلي المنتج باين، يعني انا لو بستعمل خرده عربيات حضراتكم هتشوفوا انها خردة عربيات، لو بستعمل قفل من الاقفال مصفة شاي، يعني بحاول اخلي العنصر ظاهر، انا ما بخفيهوش، ما بغيرش لونه، ما برشوش، ما بعملوش مبادري، لا انا عايزاه هو ظاهر عشان اقول للناس الحاجه اللي انتوا بترموها دي انا انتجت منها ده. بس بيتعمل لها معالجه عشان يتشال منها الضار بس. بالظبط يعني. الحاجات الضاره يعني الازاز، لو انا اشتغلت بالازاز طب ما هو هيعور فلازم يبقى ليه طريقه معينه عشان ما يعورش. كمان لازم البلاستيكات، الأخشاب، يعني في حاجات كده لازم، الأجهزة الإلكترونية برضو فيها حاجات ممكن تعمل مشاكل بيطلع منها مواد ومشاعر بالضبط، فلازم أبقى القطع اللي بشتغل بيها أنا عارف أساسها إيه الأضرار بتاعتها وعالجها إزاي. لو أنا مش عارف إيه أضرارها أو أنا مش عارف أعالجها يبقى أتجه للخامات اللي هي ممكن أشتغل بيها ما تضرنيش، يعني بلاستيكات ما بتعملش مشاكل. أيوه. مثلا تروس ساعات، كرتون، كرتون ورق الجريد بتاع النخل، القش، نوى البلح، الحاجات دي ما بتعملش اي اضرار للبيئه، فانا اقدر استغل يعني استعملها، مش اضرار للبيئه سوري، اضرار للبشره. لو انا هستعمل حاجه في الملابس، لو انا هعملها في الحليه هيبقى في اضرار في البشره، لكن لو انا في قطع ديكور خلاص ما فيهاش مشكله. قطع ديكور ده انا بشوفت ده شفت نجف وحاجات تحف معموله، يمكن هبه برضو اكيد عارفه الحاجات دي، معموله من حاجات انا شفت اكتر الحاجات اللي متاخده من قطع غيار العربيات، معمول بها نجف ومعمول بها حاجات محدش يصدق انها معموله جدا. محدش يصدق انها عامله منها لوحات، يعني عامله منها لوحات، الناس بتقعد تسالني ده ايه، فانا اقعد اقول بقى دي بتاعه كذا في العربيه، دي جايباها من كذا، يعني حتى انا حاجتي ما برميهاش. لما بتتحط الحاجه جنب بعض يطلع منتج فني جميل محدش يصدق ان هو كده. بالظبط. لا وكمان ان انت ازاي بقى توظفي، يعني انا لما عملت برضو من اسباب فوز المشروع ان المشروع كان قائم بالفعل، ودي من الشروط، ان هو قمت بتدريب 22850 سيدة على مستوى المحافظات. ده قبل ما قبل ما تفوزي كنت دربتي 22000 سيدة على مر السنين اللي فاتت. فعملت تمكين اقتصادي للسيدات، اشتغلت مع ذوي الهمم، اشتغلت مع الاطفال، اشتغلت يعني اشتغلت مع مجموعه كبيره بعدد كبير على مر السنين، وعملت لهم تمكين اقتصادي ان انا ساعدتهم ان هم يشتغلوا وبيشتغلوا من البيت. وكمان دكتور اللي ما عندهاش يعني انا النهارده مثلا ماليش في الرسم في التصميمات، فمش كلنا يعني متخرجين من كليات فنون جميله وتطبيقيه والكلام ده، ما عنديش الحس الفني ده. بس الفكره بتاعت حضرتك دي عجبتني جدا وممكن اخدها مشروع من خلال التدريب، ممكن هتعلم اعرف اعمل تصميم واعمل لوحه واعمل اكسسوارات ابيعها. انا هقول لحضرتك انا مش بديهم، يعني انا بديهم المبادئ اللي هي تشغلهم، بديهم مبادئ ازاي يصمم او ازاي يجمع بيسز بنحط
الحاجات الكتيره جنب بعض ونبتدي نختار ايه اللي بيليق مع بعض، او الخامه دي لما احطها على الخامه دي هيبقى شكلها ازاي، طب دي احسن ولا دي احسن، ونبتدي نجرب نصور ونجرب، فنلاقي الشكل اكتمل واتزانه كده. واشرح اسس تصميم بسيطه، لان يعني كليات فنيه طبعا احنا بنبقى دارسين الحاجات دي، بس هم مش دارسين، فلازم اديهم المبادئ دي عشان يعرفوا يشتغلوا. كمان بديهم ازاي يسوقوا، يعني حضرتك انتجتي، طب الانتاج بتاعي هيروح مشكلة فين؟ مشكله التسويق لوحدها يعني. هتسوقي فين؟ طب طلبه الجامعه لما كنت بدربهم كانوا بيسوقوا لزمايلهم. الستات اللي دربتهم اللي هم خارج الجامعه عايزين يسوقوا، فبدات اقول لهم ازاي يعملوا صفحات على السوشيال ميديا. شوفي يا فندم، ايوه هي دي، ويحطوا المنتج بتاعهم. هي دي يا دكتور. السوشيال ميديا اعتقد هي يعني باب رزق كبير جدا لناس كتير. انا عايز اقول كمان حاجه، ان انا عنوان المشروع بتاعي او اسمه الكرده باب رزق من 2008، يعني من ساعه ما بدات هو الاسم بتاعي كده، لان انا شفت ان الخرده هي فعلا رزق فاتحه بيوت كتير. وزي ما حضرتك قلت المثال بتاع مسلسل برعي، عبد الغفور البرعي، بحب جدا قصه عبد الغفور. انا بحب المسلسل جدا. بس يعني خال مامتي الدكتور العالم الكبير دكتور عبد الشافي سماني برعي الحديث، سميني كده في العيله دلوقتي برعي الحديث بتاعنا، طبعا عشان ان انا بشتغل في الحاجات دي. بس عايزه اقول لحضراتكم ان انا يعني انا اولا فخوره جدا بان انا بشتغل في ده، فخوره بالجائزه اللي انا خدتها من الدوله، لان احساس حلو قوي ان انا لما افوز واخد مركز الثاني واتكرم من معالي رئيس الوزراء، وبعدين اسافر كوب 27 واحضر المؤتمر والقي الكلمه بتاعتي واقول البحث بتاعي او مشروعي قدام العالم كله كان بيشوفني، ده احساس مهما اوصف لحضراتكم يعني حاجه جميله جدا. عشان كده انا بدعو كل الناس اللي عندها مشاريع كبيرة صغيرة متوسطة يخشوا على صفحة المبادرة ويقدموا. هي المبادرة شغالة لغاية آخر شهر 5، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واللينك الإنجليزي بتاعنا www.sgg.eg. طب ده اللي عنده مشروع صغير او كبير وهيقدم، لكن حضرتك مكمله في المشروع حتى بعد المبادره ما تخلص الشهر، عشان اللي بيتفرج عليه النهارده ومش مرتبط لا بتقديم ولا عنده مشروع، هو عاوز يتعلم مع حضرتك ويدخل في المشروع بتاع الخرده باب رزق ويتعلم، يتواصل معاكي ازاي؟ تدريبه بيبقى فين؟ بياخد وقت قد ايه؟ يعني هيمشي معاكي ازاي؟ انا قريب ان شاء الله يعني ممكن في شهر 6 هعمل ورشه عمل كبيره جدا، علشان في ناس كتيره طالبه مني ان هي تشتغل وعايزه تعرف ازاي. ففي شهر 6 هعلن على ده. انا عندي صفحه سوشيال ميديا باسم الخرده باب رزق، يقدروا يتابعوا على صفحه المشروع المواعيد اللي انا هنزلها، وانا بعملها فور فري، ما باخدش ولا جنيه من الناس تماما. حضرتك بتعملي لهم دورات تدريبيه مجانيه عشان حضرتك تساهم معاهم او تساعديهم ان هم يفتحوا باب رزق ليهم. بالظبط، يعني يتابعوا لما هنزل الميعاد والموعد والمكان يقدروا يقدموا ويحضروا معانا، ستات رجال اطفال كبار، انا فتحها للكل، لان شايفه ان دي ممكن تبقى في الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها مورد رزق الناس كتيره والعائلات كمان. يعني احنا انا حتى كنت بشتغل مع الستات في الاول، هو جه الاطفال معايا ازاي؟ الاطفال جم لما الامهات كانت بتيجي معاها اطفالها، فالاطفال كانت بتقعد تلعب، فقول لهم ايه رايك ما تيجوا، فتلفت نظرهم الالوان الخامات، فطنط ممكن نمسك ده تعالوا اعملوا، فكانوا بيقعدوا يصنعوا معايا، يطلعوا انتاج، بتبقى الام بتصنع والبنت معاها، كمان شويه بقت تجيب ولادها، كمان شويه اللي حصل برضو في ذوي الهمم ان ام كانت معاها طفله فقعدة طبعا ساكته لوحديها، فقعدت اروح اجرب معاها، لقيت عندهم خيال وفكر رائع، فانتجت معايا انتاج حلو قوي، فلقيت بدات اشتغل في السكه دي كمان. فانت وانت بتشتغلي بتقابلي حاجات فبتفتح لك سكك في المشروع. بياخد قد ايه فتره التدريب وبعدين يقدر ينتج؟ هقول لحضرتك يعني من يعني حوالي اسبوعين ثلاثه. ياه انا كنت هقولها حاجه تقولي ثلاث شهور مثلا. لا لا لا، بصي انا بدي بمعنى صح مش برغي كتير، انا بدي الحاجات زي ما بيقولوا الخلاصه، اللي هو الحته دي كذا فتتعمل كذا فتوصلك لده، لان حضرتك مش جايه تدرسي تاخدي كورس، مش جايه تدرسي عندي منهج، عايزه اشتغل. انت عايزه تشتغلي. بتتكلمي عن كل ما هو معدن؟ لا كله، يعني ممكن نتكلم عن خشب او قماش، خشب جلود عظم، اي حاجه متوفره عند حضرتك،
اي حاجه متوفره نقدر احنا نشتغل بيها. وبنتكلم على كل الخامات وكل خامه ايه خصائصها، واقدر ايه الخامه اللي تمشي مع الخامه، الخامه اللي لا تتعارض مع الخامه الثانيه. طب يا دكتور الحاجات اللي بتحتاج معالجه دي بتحتاج تكلفه، يعني احنا عارفين المعالجات دي بتحتاج تكلفه. فاللي هجيب الحاجات من البيت عندي بقى جهاز قديم فتحته، بعت العربيه او بشتغل في ورشه حتى وجبت الحاجات دي، التكلفه دي يعني انا هتصرف فيها ازاي؟ حاجه اديتيني خبرات وانا عايزه ابدا المشروع ومش عندي راس مال، ودي من ميزات المشروع انا مش محتاجه راس مال كبير يعني، فبتعلميهم او بتوصليهم للنقطه دي؟ اقول لك ممكن لما يبتدوا ما يبتدوش بالحاجات اللي محتاجه معالجه، يبتدوا بالحاجات اللي هي هتدخل لهم دخل الاول. أيوه. وانا بشتغل وبيخش لي دخل اقدر اجيب الحاجات اللي عايزه معالجه، عشان ما تبقاش التكلفه. لان انت لما تقولي كده للشباب من الاول او للسيدات وهما جايين ان عندك تكلفه، هتقولك لا طب خلاص بقى يعني. أي بالظبط. عشان كده لما اشتغل بالحاجات اللي عندي حتى وابيعها على مستوى الاصحاب والجيران، وبعدين ابتدي اعمل صفحات وانتشر، هي هتحس حتى ان هي الحاجه اللي هي كانت بترميها انتجتها وبعتها وبقى عندها فلوس منها، فبالتالي ده هيساعدها ان هي تدور على حاجات بديله، خامات جديده، هتدور ازاي بقى تعالج عشان تتوسع. ساعتها هيبقى معاها بدا يبقى معاها راس مال تقدر ان هي من خلال راس المال تشتغل. هل في مكان معين ممكن حضرتك توجهيها اشتري المكنه دي؟ لا. بتقطع دي مش عارف بايه. هقول لحضرتك في البدايه مش محتاجين يشتروا مكان، لان المكان كمان دلوقتي اسعاره بقت غاليه جدا. طبعا. احنا بنحاول بقدر الامكان نشتغل بتولز بسيطه جدا. زي ما نقول تولز بدائيه علشان اقدر اوصل لكل الناس في كل القرى. انا عايز اقول حاجه، انا كنت بسافر قرى، فما كان ايه اللي هقول للناس روحوا اشتروه. صحيح. لكن قدام ممكن يبقى في مثلا مكان معين انا بروح اعمل فيه دي اقطع فيه، يعني حضرتك عايزه حاجه معينه مش لازم تجيب المكنه وتكلفي نفسك فلوس، اروح اعملها في مكان. بالظبط. اروح اقطعها عند ده وادفع فلوسها وخلاص. اولا عشان المكان، انت مش شغلي جوه بيتك، انت مش محتاجه يبقى عندك مكان. انت عشان تجيبي مكان يبقى انت مضطره تاجري مكان وعندك ناس وعمال وبتاع. دي مرحله متقدمه يعني. بالظبط. احنا محتاجين ان احنا نشتغل جوه بيتنا. أيوة. لما نكبر نقدر نتوسع، لكن البداية دي مهمة، لأن في ناس البداية بتبقى صعبة قوي ليها. صح. إزاي هبتدي؟ يعني أقولك إيه، معقولة مثلا يعني أنا في السن ده لسه هبتدي؟ لا يا جماعة، الحياة ما فيش حاجة اسمها سن. حد ابتدى مع حضرتك من كان سن كبير يعني؟ فوق 60. فوق 60. وكان في صدى او رد فعل من شغله؟ وشغالين لغايه دلوقتي. انا ببقى سعيده بالناس دي. مثلا حد اولادها خلاص اولادها كبروا واشتغلوا ومش يعني ما بقوش محتاجينها زي الاول. بالظبط. فعايزه تعمل حاجه، هي مصدر رزق، هي يعني بتشجع ناس ان ايديها تشتغل وعقلها يشتغل. سعاده يعني هقول سعاده لحضرتك وانت بتشتغل بايديك. طبعا. ان انا اطلع منتج من تحت ايدي كمان، هي ممكن تدرب يعني. انا في ناس بعد اللي دربتهم بقوا بيدربوا ناس تانية يعني، كمان مش بس انها تنتج، ما حبتش ممكن تدرب ناس تانية يعني، تبقى زي ما بنقول ايه، حياه متكامله، بنتج وبدرب وبساعد الناس، وهي ربنا حطنا عشان احنا نساعد بعض، هي دايره كلنا فيها. صحيح. فبالتالي اي حد يقدر يبتدي، لا مرتبطه بسن ولا بمجال معين ولا بتخصص معين ولا بمنطقه سكنيه معينه، في اي حته اللي عايز يبتدي. ودايما بقول اللي عايز يشتغل بجد هيشتغل. صحيح. مش محتاج اي حاجه. كمان لازم يعني برضو اقول ان يعني مهم قوي الجزئيه دي، ان الجائزه بتاعه المبادره الوطنيه مش بس الجائزه الماليه، في دعم من جهات كتيرة احنا بناخده، من جهات دولية، من جهات مصرية، مؤسسات، وزارات في الدولة، يعني الموضوع متكامل. كمان ان لما بيبقى في شراكة مع جهات أجنبية من خلال الدولة بتدي ثقة للمشاريع. فبالعكس يعني نفسي الناس كلها تقدم، عشان الدولة مقدمة حلول كتيرة جدا. في ناس كتيرة ما تعرفش ان الدولة بتقدم حلول ومساعدات، لان مش واصله لهم المعلومة. لما بيخشوا يعني انا مثلا لما بدات اشتغل كده، لا الدوله يعني انا خدت دورات تدريبيه تبع الدوله، استشارات، حاجات بتساعدني. وحتى بعد فوزي بالمشروع مكملين معايا. وكمان الميزه في المبادره ان هم مش بيسيبونا، هم مكملين معانا، في دعم من جهات اجنبيه، في استشارات، في ازاي المشروع يكبر. يعني انا لما بيساعدوا حضرتك للكلام ده بتقدري تساعدي اكتر. بالزبط. الناس يعني كل مش انا لوحدي يعني، احنا في 18 مشروع فازوا على مستوى الجمهوريه من 6300 مشروع. 18 اللي احنا فزنا ورحنا الكوب 27 الدوله مساعدنا، مش هقول بس ال 18 بصراحه، بيساعدوا 6300. فاي حد بيقدم يعني بتبقى فرصه
احنا كمان بقينا على الخريطه الخضراء للدوله، ما كانش عندنا خريطه للصناعات والمشاريع الخضراء الذكيه في الدوله، بقينا موجودين. فده كمان بيديكي فرصه ان انت تشتغلي طول ما في دعم وراكي وان في جهات بتساعدك، مش ماديا، فكريا، ازاي تكملي، ازاي تكبري. مساندة معنوية مهمة، لكن لو احنا وقتنا خلاص للأسف جري. مع حضرتك نصيحة لكل حد بيشوفنا النهاردة قاعد في البيت عنده وقت عنده فراغ، يعني يعمل ايه؟ يشتغل. انا بص حياتي كلها شغل بس متعة، يعني عايزه اقول لحضراتكم ان انا وانا بشتغل انا ببقى مستمتعه بالقطعه اللي بعملها من تحت ايدي. زي ما حضرتك لفت نظرك الحلي اللي انا لابساه دي الصناعه اليدويه بتاعتي، بس انا عشان بشتغل حلي فضه وذهب، ده برضو بشتغل ويدوي. فانا وانا بشتغل في الخرده او في الحلي ببقى مستمتعه اني بعمل حاجه جديده، بتعرف كل يوم، بكتشف خامات جديده، بكتشف عناصر جديده موجوده عندنا في مصر. لما رحت الصحراء البيضاء وجبت حاجات من هناك ما كنتش متخيله، جايبه زلط، جايبه رمل، انا عندي انواع من الرمل من المحافظات المختلفة، رملة مطروح غير اسكندرية غير الواحات غير سيوة، ومجمعة رمل بألوانه الطبيعية، الزلط يعني الصخور، في ناس دي صخرة دي زلطة دي شجرة ناشفة، الحاجات دي أنا بقعد أتأمل فيها وبقعد بقى يعني أخد منها أفكار إزاي أكملها عشان عارفة قيمتها. بس عشان كده لازم أنصح كل السيدات كل الشباب مفيش فرق في السن، نبتدي، مفيش حاجه اسمها كبير. صحيح. انا اقدر اشتغل وانتج طول حياتي وابقى مصدر سعاده وبهجه للي حواليا. احنا بنقول الناس تقدروا تتواصلوا مع دكتور وهاد على الصفحه الخاصه بالمشروع الخرده ببرز، واللي عاوز يتعلم هي هتعلن قريب عن الكورس ده. اشكرك شكرا جزيلا، نورتينا. دكتور وهاد سمير الاستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه، عضو المجلس القومي للمراه فرع القاهره، مؤسس ومدير مشروع الخرده ببرز، نورتينا. شكرا لحضراتكم جدا. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة. إن شاء الله نشوفكم يوم السبت اللي جاي وحلقة جديدة، وصباح النور. يومكم جميل.